السلام عليكم متابعي قناه شوف تيفي، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر الجديد من ضواحي ستات، بالضبط من سوق سبت راس العين. يعني البصله اليوم صبحه دايره 4 دراهم، يعني الناس كيتقداو في البصله 4 دراهم غير اللي ما بغاش. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه شوف تيفي، البصله دايره 4 ديال الدراهم من سوق السبت راس العين اقليم سطات. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه شوف تيفي، من سوق السبت راس العين الشاويه اقليم سطات. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تيفي المباشر، يعني 4 دراهم البصلة. شحال الثمن ديال البصلة؟ هذه 120 هذه 4 دراهم. يعني شنو الفرق بيناتهم؟ الجودة. اش هاد؟ شحال الثمن ديال البصلة عندكم؟ 6 دراهم. هذه 6 دراهم والأخرى؟ 4 دراهم. يعني شنو الفرق بيناتهم؟ يعني 4 دراهم درويشية عيد. يعني الأخرى عندها إقبال عليها؟ الناس كيشريوها. يعني البصلة 4 دراهم وهذه 120، يعني الإقبال على 4 دراهم أكثر من. هادي الجودة. ست دراهم. هادي 6 دراهم. وهادي هذيك 4 دراهم. 4 ديال الدراهم. يعني حنا في السوق سبت راس العين، يعني كاين اقبال على ال كاين اقبال. شكرا يا سيدي، الله يحفظك. الله يحفظك، شكرا. البصلة شحال قلتي لي؟ 4 دراهم. 120. وشنو الفرق بيناتهم؟ الجودة ديال الماء الصفراء جود من الحمراء ديال الماء. يعني كيعاودوا كيقول لك راه الحمراء اللي زوينه. كلشي كيف هذه الحمراء. كله كيفاش داير داكشي. يعني كاين اقبال عليها؟ شويه كاين. السوق راك عارف، السوق شويه الناس على قد الحال. يعني الناس راه ميسرين معاهم وصافي، الثمن مناسب. شكرا لك. الله يحفظك، الله يحفظك. إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تيفي، كما كتشوفوا معنا على المباشر من سوق السبت راس العين اقليم سطات. يعني البصله 4 دراهم، الحمراء 4 دراهم، والصفراء دايره 6 ديال الدراهم. هاك هذيك البيضه. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه شوف تيفي، الاجواء ديال السوق الاسبوعي راس العين، راس العين الشاويه
اقليم ستاد. مشاهدي قناة شوف تي في. والله لما شر بعين الباقية والارض لما صابت خدامة جيب اخاوي وخذ 10 درهم ديالك. صاب الهضرة يا جا وحيدة ديال الدكان. خمسة ديال الماء وواحد 10 ديال السريدة والتداوي على البهيم وداوي على الكوري ديال البهيم. بصح شحال الثمن ديالها؟ الدار ديال البقرة والصاع ديال البقرة. 4 درهم ونص. الثمن كيختلف بين البيع والشراية. خذ 10 درهم ديالك هاهي. وهذه شحال ليرة صفرة؟ 110. أنا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في. اللي عنده الدبان يعطيني 10 درهم رجال. اللي بغى يشطر الدبان بالشطاطة أو غيجيب الدري ويوريك. اللي عنده الدبان في المحلات وفي الكوارة وفي الديور. شحال الثمن ديال البصلة؟ شحال الثمن ديال البصلة هذا؟ 90 يعني 4 درهم ونص. وكاين اللي داير لها 4 درهم دابا دزنا لقيناها ب 4 يعني على حسب يعني حتى الجملة حتى هي كتبقى تلعب دور. ربعة درهم ونص. شكرا شكرا. عندك المشاهدين الكرام مشاهدي قناة شوف تي في كما كتشوفوا معنا على المباشر. سمعوا الناس ديال البلاد اش كيقولوا عندو كاع لي الدباكي ولا جوج كيدي خمسة. هادي راه اختار بيضة انتوما جربتوها الناس ديال البلاد. اليوم عندو هاد المصيبة ديال الدبان في المحلات ديالو في الكوارة ديالو عطيني 1000 فرانك هايا. أكثر الباقية ديال أكثر وصير وكريم زيد الدبان عمي. عمل غير بخمسيطو ديال الماء. عمل باقية بخمسيطو ديال الماء الحاج وداوي على الدبان. أنا كنقول لك لو بقى عندك الدبان جيب أخاوي. والله. داوي الصراع ديال الفلاح على فلاح ديال الصراع والكيلو ديال الصراع. الدواء ديال الفار عندي كنسول على الكيلو ديال الدبان. مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في كما كتشوفوا معنا أجواء ديال السوق يعني سوق أسبوعي رأس العين. يعني البصلة اليوم دايرة 4 دراهم 4 دراهم ونص يعني ثمن شحال الثمن ديال مطيشة؟ 70 3 دراهم ونص. شنو كتسمى هاد المطيشة هادي؟ شوفوا معنا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في في هذا البث المباشر من طواحي سطات. اذا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في نشكركم على حسن متابعتكم والى بث مباشر اخر ان شاء الله.